لتسليط الضوء على انتهاكات النظام الإيراني وخروج عدد من التظاهرات رفضا لسياسته، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث الأحوازي محمود أحمد. أهلا بك سيد محمود. بداية، وكما تعلم خرجت مظاهرة اليوم في العاصمة الأسترالية كانبيرا أمام السفارة الإيرانية، كيف ترى تزايد السخط الشعبي من النظام في الداخل وانتقال الغضب للخارج؟ طبعا بسبب الإجرام اللي يقوم به النظام أصبحوا الأحوازيين أعداد كبيرة منهم لاجئين في الخارج، في أستراليا أعداد كبيرة، في أوروبا أعداد كبيرة، في أمريكا وكندا أعداد كبيرة متواجدة. وهذه المظاهرات هذه الأيام خصوصا في نيسان، ونيسان فيها ذكرتين مهمتين للأحوازيين، أولا الاحتلال الإيراني للأحواز اللي حصل في 20 من نيسان 1925، وهناك انتفاضة 2005 أيضا كانت في نيسان في يوم 15 نيسان اللي هي كانت مناسبة للخروج للشارع، وخرجوا الأحوازيين وسقط منهم 500 شهيد في يوم واحد. نعم، فهذا اللي يجري طبعا مستمر خصوصا في السنوات الأخيرة في تغيير نوعي بالعمل الشعبي الأحوازي بالإضافة للمقاومة، والمقاومة الأحوازية كانت موجودة منذ الخمسينات من القرن الماضي، لكن الحركة الشعبية بعد الثورة 79 ازدادت جدا وأصبحت ملحوظة، والآن الواقع الأحواز بالعمل الشعبي في الشارع هو يتقدم على كل الشعوب في داخل إيران وعلى الإيرانيين حتى أنفسهم، والجميع يتحدث عن هذا الأمر. فالأحوازيين لديهم حق، كل الشعوب المتواجدة في إيران مضطهدة وكل الشعوب لديها حقوق، لكن الشعوب كلها هذه كانت بتعارف مع البرج، والأحواز كانت دولة مستقلة، المدافع البريطانية ترمي 21 طلقة من تمر أمام قصر شيخ أسعد في مدينة المحمرة. فإن لا يمكن لشعبنا أن يترك ترابه ووطنه وثرواته وشهداءه ودماءه تروح هدر، بالتأكيد سيستمر بالثورة وسيستمر بالانتفاضات وسيستمر بالتضحيات وسيل الدماء من أجل الوطن. سيد محمود، منذ 96 سنة يواجه الأحوازيون وكما تعلم محاولات إيرانية لطمس هويتهم العربية، إلى أي مدى ترى أن النظام في طهران لم ينجح بطمس هذه الهوية بالرغم من عمليات القمع المتواصلة؟ بالتأكيد هذه نقطة مهمة جدا والنظام يعرفها. النظام غير أساليب متعددة متنوعة من أجل أن ينجح في إحداها في هذا الأمر، ولم ينجح حتى الآن على الإطلاق، لأن القضية الأحوازية تجذرت، والقضية الأحوازية الآن شعبها الآن إحنا عندما بدأت 2005 اللي بدأت الانتفاضة الكبيرة في 2005 كان عدد قليل من اللاجئين في الخارج متواجدين، الآن معظم المتواجدين في الخارج والمتواجدين في الداخل الشباب جامعيين وخريجين وأكاديميين، وأصبحت الحركة فيها كل الفنون، الآن الشعراء مجاميع والفنانين مجاميع والمغنين مجاميع والمنشدين مجاميع، فكيف يمكن للنظام أن يقضي على هذا كل الحراك؟ الحراك المدني موجود، والتراث الأحوازي غني جدا، والحضارة الأحوازية عربية غنية جدا وقوية وأغوى من التراث والحضارة الفارسية التي يدعون بها، فنحن بالتأكيد نحن أغوياء بكل ما نمتلك لمواجهة الاحتلال. سيد محمود، بحسب صحيفة تاون هال الأمريكية فإن النظام الإيراني غارق بالكامل في أزمات داخلية ودولية، بما تفسر استمرار دعم النظام في طهران للميليشيات التي تصنع توترات في المنطقة؟ ما الفائدة العائدة عليه من ذلك؟ طبعا الوسيله الوحيده اللي بيد النظام الان نظرا خصوصا هذه المرحله هو بدا تقويه هذه الميليشيات للتوسع، والان هو غير قادر ان يترك هذه الميليشيات لحالها لانه في الداخل اوضاع كل السيئه. تعرف حضرتك لاول مره بتاريخ ايران كله
لأول مرة يعلنون لا نريد جنود بعد الآن نجند، نريد نستخدم، لأن الجندي بعد ما يثقون بهم. هذا الموضوع عمره أسبوع زمان فقط. ليس هناك بين الإيرانيين، وتعرف حضرتك 72% من الإيرانيين هم هذا باعترافهم هم طبعا 72% يدخلون الأطفال ولا يعرفون اللغة الفارسية على الإطلاق. إذن هم كيف يريدون أن يسيطرون على الأمور بالداخل و72% منهم هم يقولون أجانب غير إيرانيين؟ فالنظام الإيراني الآن يستعمل القوة هذه الأجنبية لمواجهة أمريكا ولمواجهة الخليج والدول العربية ولمواجهة الداخل أيضا. ودخل حزب الله اللبناني إلى الآن عدة مرات للتدخل والمساعدة للنظام في غمع الأحوازي. من لندن كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث الأحوازي محمود أحمد، شكرا جزيلا لك.